السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم طبخ مغربي سيداتي. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا قدامكم هكا قدمت لكم هذا الصحن ديال الملوي بطريقه رائعه، بطريقه سهله، هشيش ورطب ومقرمش كما كيقولوا، طريقه سهله واقتصادي وفي نفس الوقت هكا ما كيديش منك الوقت. كما كتعرفوا الملوي الاغلبيه عزيز عليه الملوي، علاش لا ما ديروهش هكا في المناسبات. وحنايا ان شاء الله مقبلين على العيد الفطر، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه، نديروا هذه الوصفات هكا في المائده ديال العيد ديالنا. كما كتشوفوا وصفه ناجحه رائعه، ملوي زوين بزاف مورق، ويكفي انك العجين تخليها ترتاح وغادي تطوعك في الخدمه كما كتشوفوا معايا. نبدأ على بركة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة العجين هنايا غادي أنا ضوبلت المقادير، يمكن لك ديري نصف الكمية. هنايا عندي 8 ديال الكؤوس ديال الدقيق أبيض، أو كما نقولوا 800 غرام ديال هنايا ديال الدقيق أبيض. أنا كل كاس كيهز عندي 100 غرام، أنا كنت كندير غير النص هكا، مثلا 4 كؤوس كنستعمل معاهم 3 ملاعق ديال الفينو. هنا استعملنا 8 كؤوس، اذا غادي نستعملوا 6 ديال الملاعق ديال دقيق فينو. الا ما عندكش دقيق فينو يمكن لك تستعملي السميده الرقيقه ممكن. هنايا عندي كما قلت لكم 800 غرام ديال دقيق ابيض و 6 ملاعق ديال فينو. هنايا غادي ندير ملعقه ديال السكر، الا عندك ملعقه ديال العسل ممكن كيكون افضل. هنا غادي ندير ملعقه ديال الحليب بودر، كيعطي واحد البنه زوينه للمسمن ديالنا، وكيعطي واحد اللون زوين. هنايا عندي ملعقه صغيره ديال الملح ونصف ملعقه صغيره ديال الخميره، وبطبيعه الحال غادي نعجن بالماء هكا ديال الصنبور عادي. غادي نعجن العجين ديالي ونخليها ترتاح كما انا قلت لكم. انا سبق عجنتها في العجانه ودرتها في بلاستيكه من بعد ما دهنتها بشويه ديال الزيت وخليتها ارتاحت. كما قلت لكم الملوي كيبغي انكم تخليه يرتاح. انا تقريبا هذا العجين عجنتها في الصباح وفي العشيه هكا بديت فيها تقريبا، ملي كترتاح ليا ارتحت ليا واحد ربع ساعه. حاولت انا نشكل كويرات، ومي غنشكل كويرات نخليهم ثاني يرتاحوا ليا واحد ربع ساعه ونبدا نشكل هكا في الملوي ديالي. كما كتشوفوا هنايا العجين انا حبيت نديرو هكا شويه، ما يكونش صغير وما يكونش حجم كبير، متوسط. خرجت ليا تقريبا هنايا 10 قطع ديال العجين، بمعنى 10 ديال الخبزات ديال الملوي اللي غادي نخرجوا في هذه الكميه ديال 800 غرام ديال 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 الدقيق. عجينة رطبة وعطاتنا الطوع. الا بغيتوا المسمن ديالكم كما كتعرفوا بحال المسمن، هو انك تخليها واحد البلاستيكه ودانيها بالزيت وتنسايها كاع. الا بغيتي كاع الملوي ديالك يجيك زوين عجنيها في الليل مثلا والصباح خدميه، اولا في الصباح وفي الليل خدميه. صافي هنايا عندي شويه الزبده دايبه مع شويه الزيت، وعندي الزيت هكا باش غادي نسطح العجين، وعندي شويه الفينو. هنايا العجين ديالي من بعد ما ارتاحت ليا غادي نمر باش انني نقرصها في سطح العمل. كما كتشوفوا هنا من بعد ما نظفنا سطح العمل كنبداو هكا نبسطوا العجين ديالنا. هنا كنستعمل غير الزيت فقط، حتى كنبغي نورق هكا نتني العجين هذيك الساعه غادي ندهن بالزبده اللي ضفت ليها شويه ديال الزيت. كنضيفوا لها داك شويه ديال الزيت هكا غير باش ما تجمدش لينا، كتبقى شويه شاده في راسها. صافي كما كتشوفوا كنبسطوها، واخا تقطع لكم شويه بحال هكا ماشي مشكل. غادي ندهنوا بشويه بالزبده مزيان ونديروا شويه الفينو، ودائما ترشوا الزبده والفينو، وكنتنيو على شكل مسمنه كتكون عريضه، ومي كنبغيو نتنيو هكا كنتنيوها تكون غليظه، وكنرخفوا التنيه ما كنزيروش كما كتشوفوا بحال شكل مستطيل باش كنتني. وداك الجوانب كندخلوهم حتى كنلاقيوهم مع بعضياتهم، وكنحطو الخبزه هكا في بلاطو، نرجعو البلاطو فين كنا حاطين الاول هكا نخليه باش ترتاح. نعاود معاكم نفس الطريقه، نقرصو غير بالزيت فقط.
العجينة قد ما خليتيها ترتاح كتعطيك الطوع وكتجيك ساهلة في الخدمة. طبعا الحال عارفين ان الدقيق الابيض تيكون هو صعيب في التقراص، ايه خص ضروري الراحة، وحتى الملوي كيجي زوين هكا الا كان العجينة مرتاحة. الزبدة وشوية الفينو كنتنيو هكا على شكل مسمنة. انا هنا راه كنت شويه زربانه هنا، حتى الا بغيتو واحد المرحله تخليو هذاك على شكل مسمنه بحال هكا وتعاودوا تقرصوا بحال واحده اخرى بالله مرتاح لكم هذا المستطيل هكا الا بغيتو تنيو. انا كنت شويه زربانه هكا، اضطريت على انني نصور لكم فيديو كما هو. هنايا كتشوفوا العجين ديالي ارتاحت ليا مزيان مزيان مزيان، كما كتشوفوا لي ضعف الحجم ديالها قد ما ارتاحت. شوفوا كي بغيت نقرصها كنطيب، ما درت حتى شي مجهود، وحتى الطياب في ساعه غير كتشدي هكا العجينه هكا كتبسطيه وكتسخني المقله ديالك تكون سخونه وترشيها بشويه ديال الزبده اللي كانت كنا سطحنا بها العجين ورقنا بها الملوي ديالنا، كتدهني شويه المقله ديالك وكترميها هكا العجين ديالك في ساعه كطيبيها، فما كتحتاجش منك وقت نهائيا. صافي هنايا كنخليها حتى كتشد تقبط راسها مزيان وكنقلبها. انايا عفوا تقطعت ليا تقطع ليا التصوير، ما وليتش مزيان. كنا كما قلت لكم ما كتحسوا بها كتشد راسها هكا وكتقلبوها، وما كتبغيو تقلبوها كدير واحد شويه بالزبده، هذيك الزبده كتعطيك القرمشه، كتعطي واحد الطبقه مقرمشه هكا في الفوق، والنار ما تكونش مجهده تكون متوسطه باش ان الملوي ديالكم ما يطيبش على برا ويبقى لداخل خضر. هنايا حتى هنايا تقطع ليا التصوير، ما وريتكمش كيفاش دات، ولكن هنايا راه غادي نوريكم بلي ديطاي هاد اللي جايين. هنايا كنوريكم هكا الملوي ديالك كيفاش جا، جا مورق، جا رائع. انا كانت سخونه قد ما كبرت قد ما كيتحل، ودائما هاد الحركه مهمه في الملوي ولا المسمن هكا الا كان باقي سخون كديرو كتساعدوا على ان الملوي ديالكم كيتحل، لون ومذاق وطراوه رائع رائع بزاف بزاف. نتمنى انكم تجربوه. في ساعه كتقرص هكا العجينه معنا حيت مرتاحت لينا مزيان. صافي هذه نفس الطريقه كنستمر مع جميع هكا القطع اللي عندي ديال الملوي. كنت شاركت معكم عده طرق هكا في القناه ديالي ديال طرق ديال الملوي حجم عائلي ميني ملوي. الا بغيتو نقدر نخلي لكم الروابط ديالهم الا بغيتو تشوفوهم. كاين عده طرق ديال الملوي الا بغيتي ديروها، وكاين اللي استعملنا فيه غير الفينو بوحدو، كاين اللي استعملنا فيه غير هكا فورس وشويه ديال الفينو، وانتيا لك اختيار. كاين ديال الشحمه، كاين معمر هكا، كاين عده طرق. نخلي لكم الروابط ديالهم كاملين هكا في صندوق الوصف الا بغيتو حبيتو تشوفو. وحتى الطريقه ديال التريداك ديال الرفيسه حتى هي واحد الطريقه رائعه كنت بارطاجيتها معكم، نالت استحسان ديال العديد من المتتبعين. غنبارطاجيها معكم حتى هي باش تعم فائده للجميع. صافي كما كتشوفوا هنايا الملوي ديالي كيجي محمر كيجي رائع. هذه الطريقه اللي استعملتها كا شويه ديال السكر ولا شويه العسل اللي عندك، والعافيه تكون مهيله مويانه كما تكونش مهيله وانما مويان، ما تكونش مجهده حيت اذا كانت مجهده كما قلت لكم غيتحمر لكم على برا في ساعه والداخل غادي يكون باقي عجينة ما غاديش يتنفخ. صافي انا راه شيش هذاك وجههم حلولين. صافي كنستمر حتى كنكمل العجين ديالي كامل اللي عندي. وكما قلت لكم خليته يرتاح، انا تقريبا خليته حنايا تقريبا واحد جوج سوايع هكا حيت كان عندي شغل اخر. صافي ونسيته غير قرصته هكا وخليته يرتاح باش هكا ملي نبغي نطيبو يجيني ساهل هكا.
صافي هذا هو الملوي ديالي، نتمنى ان يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. خليت لكم رحمة الله، وكنقول لكم عيد مبارك سعيد من هذا الفيديو. الله يدخلوا لنا بالصحة والسلامة، ونتمنى انكم تجربوا الوصفات ديالي وديروا لي لايك وكومنتير. الى اللقاء، فرصة جديدة، والسلام عليكم.